زیارت نامہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیک یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر رحمت اللہ وبرکاتہ، اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وانک معدن التنزیل صاحب التاویل حامل التوراۃ والانجیل العالم العادل والصادق العامل یا مولایا انا ابرأ الى اللہ من اعدائک واتقرب الى اللہ بموالاتک، فصلی اللہ علیک وعلى آبائک واجدادک وابنائک وبناتک ومحبیک وعاشقیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا سکینہ، السلام علیک یا عباس، السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین بنت علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاره والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم بنی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار. یا ابا عبد اللہ، لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بك علینا وعلى جميع اهل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتك في السماوات وعلى جميع اهل السماوات، فلعن الله امة اسست اساس الظلم والجور عليكم واهل البيت، ولعن الله امة دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله امة قتلتكم، ولعن الله آل زياد وآل مروان وآل يزيد. السلام عليكم يا أبا عبد الله، السلام عليكم يا ابن رسول الله، السلام عليكم يا ابن أمير المؤمنين، ابن سيد الوصيين، ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. آمين يا رب العالمين.